ورجعنا مرة تانية احنا طبعا خلاص فاضل ايام قليلة جدا ونستقبل السنة الجديدة. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنسيب السنة دي بكل مشاكلها وكل اللي احنا تعرضنا له وهنستقبل سنة جديدة نتمنى ويبقى لازم يبقى عندنا امل دايما نعيش بالامل ان السنة الجديدة تبقى سنة كويسة. ولازم نتعلم ازاي برضو نتعامل مع الظروف الصعبة. احنا اتفاجئنا السنة دي، العالم كله اتفاجئ بأحوال ما كانش هو متخيل انه ممكن يمر بيها، لكن لازم نتعلم منها حاجات كتير جدا. اكيد السنة دي علمتنا حاجات كتير، علمتنا اكيد اولوياتنا اختلفت، افكارنا، طريقة نظرتنا للامور، يعني في اكيد حاجات كتير اختلفت فينا من اللي حصل لنا السنة دي واللي حصل للعالم كله الحقيقة. ازاي بقى نستقبل السنة الجديدة في ظل التغيرات الرهيبة اللي حصلت للعالم كله السنة دي؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه. ازاي يبقى عندنا امل، ازاي يبقى عندنا طموح، ازاي نشتغل، وازاي ونعمل ايه في السنة الجديدة، ده اللي احنا هنتكلم فيه. انا ضيفي النهاردة الاستاذ عماد طلعت، استشاري تنمية الموارد البشرية، ومعايا فرح عبد الحليم وهي طالبة في كلية اعلام، واحنا من خلال برنامج شباب على الهواء بنديها فرصه ان هي تتمرن معانا، فهي هنا بتتمرن معانا وهتقدم معايا فقره النهارده. اهلا بحضراتكم معانا. ازيك يا فرح؟ اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا استاذه. استاذ عماد، زي ما قلت كده يعني الحمد لله احنا خلاص السنه دي هتروح لحالها وهنستقبل سنه جديده. كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا السنه دي ما كانتش سنه سهله على العالم كله، احنا اتفاجئنا باحداث كتير واحوال كتير اتغيرت، حاجات مرينا بيها ما كناش نتخيل ابدا ان احنا ممكن نمر بيها، لكن اكيد اي حاجه الواحد بيمر بيها بتعلمه حاجات كتير جدا. في ناس كتير قالت ان السنه دي غيرت طريقه فكرها للحياه، اولوياتها، طريقه نظرتها للحياه برضو. يعني ازاي نستقبل السنه الجديده بعد كل ما حصل لنا في السنه دي، حصل للعالم كله الحقيقه يعني بعد كل اللي حصل لنا فعلا. هو هنا نقطه مهمه جدا اساسا، ان احنا مش بس اتعلمنا ان احنا ازاي نواجه المرض او نتعامل معاه او ان احنا ناخد اجراءات احترازيه، المفروض ان احنا اتعلمنا ان في امور كتير في الحياه لا تستحق ان الانسان يقف عندها كتير ويبكي بسببها او يتاثر قوي ويحس ان هو فقد شيء كبير بسبب امور تافهه. ناس كتير جدا او يعصب نفسه في امور معينه ويأدي لصحته. ناس كتير جدا كانت قبل كده ممكن امور ابسط ما يمكن تافهه جدا. وعايز اقول لك بمناسبه ان احنا اليومين دول كمان فتره امتحانات لاولادنا الطلبه، فهنبص تلاقي معظم اولياء الامور بيتعاملوا حتى مع الناس اللي في كيجي بشكل مبالغ فيه جدا، يعني كانهم داخلين امتحانات ماجستير مثلا. فعايزين نقول ان لا، يعني احنا نحاول نكون عقلانيين في تعاملنا مع الامور، وان احنا نفكر في حياتنا بشكل حلو، ان احنا ناخد جديه، ان احنا نكون جادين في التعامل مع الحياه، ان احنا نحط خطط لحياتنا واهداف لحياتنا، ولكن ان احنا نكون نتعامل مع كل الامور اللي حوالينا بشيء من الاتزان في التعامل معها، في اتزان مع النتائج، ان كل حاجه الانسان يقدر يعوضها، خلاص مش لازم يبكي عليها او يتاثر بسببها، كل حاجه الانسان يقدر يعدل فيها ويقومها عشان يبقى افضل، خلاص يبقى ما حصلش حاجه نقدر نحسن دايما من نفسنا. الاهداف اللي احنا ما حققناهاش في 2020 نقدر نحققها في 2021، هو نقدر مع الظروف اللي موجوده دي ان شاء الله نقدر ان احنا نقدر نعتبر 2020 كانت بروفه او كاننا اتمرنا على المواجهه، فتبقى 2021 افضل وافضل بكتير ان شاء الله من 2020، على عكس ما ناس كتير جدا بتتكلم. دي على فكره مش نظره تفاؤل استاذه سهى، لا ده هي نظره تشاؤم. في ناس عندها نظره تشاؤم للسنه الجديده، يقول لك الموضوع لا، هو من المؤكد ان عارفه حضرتك المواقف اللي بتعدي على الانسان لاول مره بتبقى صعبه شويه، لكن بعد ما بتعامل معاها مره واتنين خلاص بيتعامل معاها كانها شيء طبيعي في حياته، لانه اتبرمج انه يتعامل معاها بشكل كويس. والدليل على كده ان احنا السنه دي مع بدايه شهر فبراير ومارس كان في حاله هلع غير طبيعيه. انا ما بقولش ان ده غلط، لكن النهارده الناس اكثر ثقه، يعني عايز اقول ان الناس بتاخد الاجراءات الاحترازيه لكن بتتحرك وبتروح وتيجي من غير التوتر والقلق اللي كان موجود قبل كده، فده مكسب. ان احنا ان شاء الله نقول ان احنا قدرنا نعدي السنه دي، وكان في اهداف كنا عايزين نحققها في 2020 سواء مجال العمل او مجال الاسري، او الاهداف دي ما ضاعتش. يعني الناس تقول لك انا كتبت اهداف كتير وحطيت خطط كتير لحياتي،
وما حققتش حاجه السنه دي، طيب ما تاخدها معاك السنه الجايه مش هتحصل حاجه والله. يعني نبدا 2021 اللي انا ما حققتوش، اللي انا حققته اعلم عليه صح، واللي انا ما حققتوش خلاص اطبقه في السنه الجديده. طب حضرتك استاذ عماد، لا لا خلينا الاول بس هنشوف، هنطلع هنرفع اذان الظهر ونرجع تاني تسالي سؤالك.